بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد غياب لا نقول بالطويل ولكن فترة راحة واستراحة، نعود إليكم مع الورشة الجديدة، ورشة أخي محمد مايا، وهي ورشة الصراحة يعني رائعة جدا ومميزة في نفس الوقت، حيث أنه سيستخدم فيها عدة برامج. طبعا نحن قسم سوفت إيمج، أردنا أن نشارك، فبإذن الله سنحاول أن نمشي مع مراحل تصميم البركان وصناعة الأدخنة المتصاعدة من فوهة البركان، ثم أيضا مع أخونا محمد مايا نتعلم كيف نصنع الحمل البركانية عن طريق الريال فلو، وإذا استطعنا عن طريق اللاقوة نقوم بعمله. الورشة فعلا مميزة ممتازة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقدم ما يفيد للشباب في المنتدى، وبمثل هذه الورش والتحديات والمنافسات يرتقي المنتدى. وأنا أحيي أخوي محمد وأخوي مؤمن وجميع الشباب المتواجدين في المنتدى على التنافس الرائع والموجود، ودعونا نبدأ نريكم طريقة عمل البركان. طبعا أنا غير جيد في المودرينج، لكن دائما نبحث عن الطرق السهلة. أنا وجدت طريقة سهلة عن طريق أحد فيديوهات اليوتيوب. الطريقة باختصار أن سأقوم الآن بإنشاء البيئة جريد، نجعلها مثلا نجيد السبديفيجن. نقوم الآن ب إعطائها تكستشر ماب، طيب، ونختار الصورة التي ستمثل التكستشر ماب. من خلال هذه الصورة سأقود تضاريس الجريد لكي يعني شبيه بالديسبليسمنت لكن بطريقة أخرى. عن طريق الخامة أقوم بعمل التضاريس، فاللون الأبيض سيكون غائر واللون الأسود سيكون مرتفع. نشاهد ماذا سنفعل. نيو فروم فايل، أنا طبعا أتيت بصورة غيوم أو أي صورة تشاء، يعني تستطيع أنك مثلا تجعل عندك صورة أنت تعملها بالفوتوشوب، والمناطق التي تريد أن تكون عالية جدا تجعلها باللون الأسود، والمناطق التي تريد أن تجعلها غائرة تجعلها باللون الأبيض. نشوف هذه الصورة بلاك وايت كلاود، جميل. هذه الصورة كما تشاهدون صورة غيوم، اختار لها اليوفي بلانر اكس زد، لان كما تشاهدون الارضية اكس وزد، جميل. الان اظهر الخامة كما تشاهدون. طيب الان ساقوم باضافة معدل او ديفورم اسمه بوش، جميل جدا ورائع جدا. هذا المعدل يدفع لك الفيرتكس والبوينت الموجودة، لكن يسألك هل تريد أن تربطها بشيء آخر؟ أنا أريد أن أربطها كونكت مع التكستشر ماب، أريد عملية الدفع تكون حسب التكستشر الموجودة. لاحظوا معي ما الذي يحصل لما أغير، رائع جدا ممتاز جميل. طيب تستطيع أن تضع القيم التي تريدها أنت، جميل. تستطيع أيضا تجعل القيم بالسالب. طيب فرضا يعني هذه القيمة لعلها مناسبة بهذا الشكل، جميل. الآن سنعطيه subdivision، subdivision، ونخفي المجسم. الآن كيف أظهر الحفرة؟ في طرق كثيرة، لكن أنا دائما أبحث عن الطرق الأسهل. أنشئ أسطوانة سلندر، جميل. أضغط حرف في أغير مكانها. سكيل، يعني أظن هذا موقعها مناسب. أنا كما ذكرت لكم ضعيف بالمودرينج، طيب لعلها بهذا الشكل. نضغط الهيدلايت، لعلها مناسبة موقعها بهذا الشكل. استطيع أن نصغرها أكثر. طيب الآن
أخرج من وضع الاختيار أذهب إلى بوليان indifference وأختار المجسم اللي أريده يبقى، ثم المجسم الناحت، وأقوم بعمل delete أو hide للأسطوانة. كما تشاهدون أنشأت جبل بركاني بسيط. أستطيع أن أتلاعب بالبوينت هنا، أرفعها أعطيها عشوائية قليلا تي، يعني أنتم تستطيعون تعملون أحسن مما عملت لو أعطيتها سموث بهذا الشكل. نستطيع أن نعطيها خامة ماتريال مثلا كونستانس، نربطها بخامة فلكان وبركان، نعطيها مثلا أي نوع من أنواع الفرد. طيب هذا الآن نشأ معي جبل جميل، لو أعطينا إضاءة على فكرة. أنا لا أعلم ما سبب الإضاءة، في عندي فيها مشكلة لاحظتها، يعني يبدو عندي مشكلة. عموما هذه طبعا الخامة تحتاج ضبط. أنا طبعا المرة الماضية عملتها unfold نفس الخامة، تستطيعون تعملونها. وأسأل سبحانه وتعالى ينفع بهذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.